السلام عليكم يا أبو حميد. السلام عليكم، يا أبو حميد، كيف أحوالك؟ كيف الحال إيهاب؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. والله الحمد لله. كيف أخبارك؟ شبك خير؟ الحمد لله. كيف الويكند؟ والله تمام الحمد لله. كيف أنت؟ إن شاء الله موعدك مع الدكتور كانت موفقة يوم الجمعة. الحمد لله، الأمور تمام. أيوة، بقيت كويس. لا الحمد لله، الله سلامة كبيرة. الله يسلمك. ما وصاك بترمس ولا أي حاجة؟ والله يا اخي، ترمز دوالي للهي، انا بس توزع خفيف كده. آه لا كويس الحمد لله. الحمد لله تمام. طيب، نحن يا محمد المفروض نتكلم، كان الجوب بتاعت 2011 انا نطرتي كسرتها. آه يا سلام، كفارة لكن مشاكلك شايف كثيرة مع الشتاء يا إيهاب، مشاكلك كثيرة مع الثلج. صحيح صحيح، لكن اتحلت الحمد لله. هسه يجي لي واحدة. لا الحمد لله. فالقصة الرئيسية كانت الركبة، يعني قصدي تمام. يلا فطيب، السلام. 2011 بفتكر المفروض نتكلم عن 2011 ل 2013، واللي هي بلاننج وبزنس سولوشنز كوربريت سيلز، مش كده؟ ايوه وبعدها الجوبز اللي بعدها. اكزاكتلي. طيب جميل، اتكلم لي عن الجوبز دي. اتكلم، نبدأ بيدي أول. طيب من 2011 ل 2013 كان بقيت زي افتكر برضو تيم ليدر للسوليوشنز. يعني دي الفانكشن بتاعتها زي البري سيلز. يعني انت يو ار سبورتنج السيلز تيم بتوع الكوربريت او البي تو بي سيلز تيم، فيو سبورت ديم ان انت بتديهم النيد سوليوشنز الكستمايز سوليوشنز للكاستمرز. طبعا كله بالذات في الكوربريت بيكون في ديفرنت نيدز. يعني بتتكلم عن شركه عندها مثلا 10 برانشز، ما زي الشركه عندها 100 برانشز، ما زي وان سو اون، وكل شركه عندها احتياجاتها مختلفه. فانا كان اي واز يعني ليدنج تيم بيشتغلوا في بنشتغل في الحته بتاعت البروفايدنج السوليوشنز للكوربريت بيزد اون ذير ريكويست او افتر نعمل اناليسيز للريكويرمنتس حقتهم. ده ببساطه كده. ممكن السوليوشنز دي تكون فايبر سوليوشنز، فيك سوليوشنز، وايرلس برود باند، which is دي حاجة مختلفة عن الموبايل. برضو الموبايل is واحد من السوليوشن اللي كنا بنقدمها للكوربريتس. فده بصورة مختصرة كده وسريعة عن الرول في الحتة دي. طيب، قول لي معناها انتوا كنتوا supporting السيلز تيمز، Exactly. وتحديدا في الكوربريت سيلز. Exactly. طيب، عشان افهم البرودكتس كويس، اديني زي 4 5 examples للبرودكتس، او كلها لو داير يعني. يعني مثلا انت بتيجي بتقول داير مثلا داتا كونكتيفيتي، داير شنو؟ داتا كونكتيفيتي انترنت يعني؟ ما لا ما انت طيب داتا كونكتيفيتي ات مينز ممكن تكون في بي ان مثلا طيب سيرفيس، اللي هو انت يو كونكت البرانشز مع بعض اشبه بالوان سوليوشن. يعني طيب فانت عشان تديهم الحاجه دي لازم تشوف المواقع بتاعتهم وين اقرب سوليوشن لهم ممكن يكون شنو، انسب سوليوشن لهم بالنسبه لهم ممكن يكون شنو. فبعد ده بيزد على الاناليسز اللي احنا بنعملها دي بجي اقول لك والله انا عشان اقدم لك الخدمه بتاعت الفي بي ان مثلا، الفي بي ان دي اللي هي الفيرتشوال برايفت نتورك،
ديفينتلي بتعرف. فبقوم بقول لك والله يا اخي البرانش 1 2 3 4 5 ديل شود بي كونكتد بالفايبر الفلاني. بتحتاج للديفايسز الفلانيه، سويتشز، راوترز بحسب الكباسيتي اللي احنا شايفينها مناسبه. البرانشز الفلانيه ما في فايبر قريب لها، والكوست حتكون عاليه، لانه وي شود بروفايد اوبتيمال سوليوشنز ان تيرمز اوف كواليتي ان تيرمز اوف كوست برضه للكاستمر. فممكن اقول لك والله يا اخي البرانش الفلاني ده اي ريكومند ان احنا نمشي في الواي في الواي ماكس تكنولوجي، تمام؟ وديك مثلا تو انتنز تدي بوينت تو بوينت لينك للبرانش الفلاني مثلا، على اساس انه مثلا لو افترضنا انه انت واحد من السايتس بتاعت الشركه دي قاعد على بعد 50 كيلو من عطبة، فبقوم انا اقرب فايبر ليك اللي هو على بعد 50 كيلو بخد فيه البوينت الاولى، والبوينت الثاني بتكون عندك في الموقع بتاعك. ممكن السوليوشنز دي كلها ما تكون مناسبه للكاستمر، او هو شايف ان هو يعني جاست هي نيد ماشين تو ماشين سوليوشن، ماشين تو ماشين سوليوشن. مثلا انت تقول لي والله احنا الشركه بتاعت الهيئه، هيئه الارصاد الجوي، هيئه الارصاد الجوي دي عندها سنسرز بخطها في مواقع محدده بترسل لي جاست تكست مسج، فما بحتاج لسوليوشن بتاعت فايبر ولا برود باند سوليوشن. فممكن اديك حاجه اسمها مثلا في بي دي ان، اللي هو مثلا يعني يكون في ديفايسز صغيره، يعني سيم كارد بشبكه الموبايل لكن از نوت انترنت. يعني انا بديك الشريحه بتاعت موبايل في جهاز صغير عشان يديك كونكتيفيتي، في بي ان كونكتيفيتي للهيد كوارتر بتاعك او وات ايفر الحته اللي انت عايز توصلها بالكونكتيفيتي. فدي ممكن تكون اكزامبلز للسوليوشنز احنا كنا دايما بنحاول نقدمها. ممكن يكون في حاجات تانية مور كومبليكيتد، زول مثلا بيحتاج ل بيحتاج لا ما ده البي بي ان، البي بي ان دي ممكن تحتاج لليز لاين. الليز لاين بيكون مور سكيور، بيكون سريعه، بيكون بروتكتد اكتر. ات ديبينس على هو الليفل بتاع السكيورتي اللي انت داير. يعني مثلا ناس الجيش ما كانوا بيربطوا بالفي بي ان، كانوا بيربطوا بالليز لاين. ده اذر سوليوشنز. في سوليوشنز ثانيه ات ديبينس على والله يا اخي انت اقرب يعني الفايبر لينك اللي انا هوصله ليك مثلا 40 كيلو ديفينتلي، هنا ده بحتاج لترانسميشن يونت عشان تعمل ريبيتنج للسيجنال عشان الكواليتي بتاعت الاشاره توصل كويسه. فالسوليوشن دي افتر يو اناليز ذا سيتويشن بتاعت الكاستمرز السايتس بتاعته الريكوايرمنتس حقته وي كم ويز سوتش سوليوشن. فهمت؟ والله يا ابو حميد great experience، لانه معناه انت you look into the customer's network, you identify the issue, بعدك you propose a brand new design based on the needs بتاعته. Yes, to some extent, yes. يعني أو ممكن نقول on high level. لأنه معظم الحاجات اللي أنا بقدمها دي بتكون on shelf products. فأنا just I customize الحاجة الأوبتيمم اللي هو كده. ما نحن دايرين نقول نحن، طيب ليه نقول انه هي جاهزه وانت يو كاستمايز؟ نحن بنقول انه انت بعد ما تفهم الكاستمر تفهم النتورك بتاعتهم، دي الحقيقه أي انت لا دي حقيقة بتقدم يعني. سولوشن، مش كده؟ يس يعني حتى ايفن سم تايمز ممكن يكون في كاستمر لو ما داير داتا كونكتيفيتي، داير داتا كونكتيفيتي وداير اي 1 اللي هو فويس شانلز، وداير ما اعرف شو يعني ديفرنت سوليوشن، ده برضه حيكون عنده سوليوشن فعلا حاجه مختلفه وكده. الـ E1 ده كان سألوك من سرعة بتتذكرها، ولا التفاصيل التكنيكال دي ما بتتذكرها؟ انا كيف ما اتذكرها الـ E1 هو 2 ميجا بت بير سكند. والله ممتاز. يس 2.048 يا اي ما هي اللي هو الوقت ما 2.0 يا هتو ذاته، يعني يا هتو اللي ذاته هو 2 ميج، اي يا لكن هي 2048 كيلو بيت بير سكند. يس 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 ما هنا في امريكا يشتغلوا تي 1، ده ما اليوروبيان ستاندرد. يس اي نو هنا بيشتغلوا التي 1 اللي هو التي 1 1.5. فيها اللي هي فيها 21 شانل ودي فيها 30 شانل حاجه بالشكل ده. يعني التي 1 بتذكر التي فيها 1
تيون في 24 شانل. 24. اوكي يس يا يس اكزاكتلي. وكلام صح تكزي 30 وفي 2 شانل سيجنالينج ولا كده، لكن انت عموما ما في زول بيسالك التفاصيل دي لانه انت شغلك بتاع مانجمنت يعني. ف نعم ف فانا التفاصيل التكنيكال دي بحبها شفت عشان كده. لا لا هي ذاتها فيري انترستد يعني. يا طيب طيب السولوشن يا ابو حميد، يعني مثلا في كاستمر، ما نحس في من انه اي كاستمر عنده سولوشن مختلف طيب حسب نيدز بتاعت الكاستمر، السولوشن ده اللي بيحدد انه ناس السيلز ولا انتو؟ لا لا احنا شوف يا في حاجات depends على how it much complex يعني the solution required. Sometimes هم ناس السيلز بيرسلوا لنا القصه دي بالايميل، والله دارين 1 2 3 4 5 we return back the solution، خلاص الموضوع straight forward. Sometimes احنا we need ان نقعد مع الكاستمر ونقعد في meeting official meeting to gather الحاجات وكده وال requirements لكن at the end احنا المسؤولين اساسا عن to provide the solution المطلوب. يعني ما السيلز، السيلز بنعتبره هو دائما ما عندهم strong knowledge بالتكنيكاليتي، عشان كده بقت التيم اللي قاعد ورا في الباك. يعني ممكن الزول بتاع السيلز ده ما يكون انجينير، عشان كده احنا اللاين بتاعهم التكنيكال سبورت لهم، واحنا التكنيكال ريفرنس حقهم. حتى باي ذا واي يعني حتى لو في اي انترنال ريكوايرمنت جوا الشركه فاحنا وي تيك ات، احنا مع ناس الاداره الهندسيه او التكنولوجي ديبارتمنت. دي برضه احنا من الرولز الديبندنسي ده بقول لك مش نوت جاست بروفايدنج سوليوشنز للكاستمرز، لكن احنا برضه بنشتغل في الباك جراوند مع يعني مثلا لو دارين نيو سوليوشنز حاجه دايره نيو ديبلويمنت في النتورك حاجه كبيره، احنا ويد ايدنتيفاي الريكوايرمنت دي ويرسل لنا التكنولوجي. سم تايمز احنا وي بيلد البيزنس كيسز وكده عشان نشوف هل المشروع ده احنا دو وي نيد ان احنا تو موف فيه ولا لا. ممكن يكون في حاجات تانية برضو وي مونيتور كل الكاباسيتيز بتاعت اللي هي يعني في كل البوينتس اللي عندها علاقة بالكاستمر اللي may affect delivering a service احنا بنشوفها، اللي هو لو في اي congestion في حتة، لو الكاباسيتي بتاعت السويتش خلاص بقت في حتة كريتيكال احنا بنقوم نشتغل. في رول ثالث برضه نسيت دي اقوله، اللي هو احنا بنشتري الديفايسز الاند ديفايسز الكاستمر اند ديفايسز احنا بنشتريها، اللي هو زي السمول سويتشز الراوترز المعرف الفويس زي حاجه اسمها اي اي دي اياد، كل الديفايسز اللي عندها علاقه بالكاستمر بريمسز احنا المسؤولين ان احنا نشتريها كلها وتو ايدنتيفاي وبنقعد في ميتينجز مع السبلايرز اند سو. الفندرز مش مع كده؟ الفندرز يس اكزاكتلي يس مع كل طيب الفندرز عندك كم انجينير يا ابو حميد؟ والتيم بتاعك ده هو انجينيرز مينلي ولا لا 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 انجينيرز لازم يكون انجينيرز كم نفر؟ مين اللي انا كانت تحتي فيه 5 انجينيرز ممتاز كانوا 5 انجينيرز وبلس انا كنت السادس فيه. ممتاز. طيب معناها بتشتغلوا على السولوشنز للكاستمرز، لكن برضو لو في يعني يو رول اوت سيرفيسز يعني في النتورك بتاعتكم ذاته، لو في سيرفيس جديده ولا كده برضو بتشتغلوا انتم. ما بنشتغل احنا ككونفيجريشن، لكن وي ايدنتيفاي ريكوايرمنتس وبنبدا تو تريجر الجهات المسؤوله من ان هي تشتري الحاجه. ايوه يعني وي ماي سند ريكويست لناس البلاننج مثلا زي طيب ما قلت قبل ناس الاركيتكشر وكده، وهم دي دول الحاجه.
لو في حاجات صغيره صغيره احنا وي دو ات، مثلا تيستنج للديفايس للسويتشز الراوترز الحاجات زي دي، احنا وي دو تيست وي دو الحاجات دي. احنا وي ريكومند سوليوشنز كبيره لكن احنا وي دونت دو ات. يعني مثلا انا بكون عارف النيدز بتاعت الكوربريت بتاعتي، مثلا على سبيل المثال من الحاجات اللي احنا كان بتذكر عملنا لها تريجرينج زمان وما كانت في سوداني فيه، اللي هو الحته بتاعت الاندور بي تي اس، الاندور شنو؟ بي تي اس بي تي اس اختصار لشنو؟ بي تي اس اللي هو البيز ستيشنز. بي تي اس، اوكي طيب يعني. فدي احنا من الحاجات اللي احنا ايدنتيفايد لما كنا بنقعد مع ديفرنت كاستمرز. والله يا اخي بنلقى في كاستمرز عباره عن بيلدينجز ضخمه جدا او كومباوندز او ما شابه. يعني مثلا مول الواحد في الخرطوم، مول الواحد احنا مشينا قعدنا معاهم قبل ما يفتتحوا، مشينا شفنا الريكوايرمنتس حقتهم شنو، تمام. فلقينا من ضمن المشاكل بتاعت السودان في مول الواحة هتكون انه ما في شبكه بتاعت موبايل. فهم مول الواحة ككوربريت كاستمر، تمام، وي نيد تو فولفيل الريكوايرمنتس حقتهم دي. فجينا قعدنا مع مثلا بلاننج تيم وي شو انه في ميني بي تي اس وي شود هاف ات في الستوك بتاعنا، شو بين ستوك بيز على ريكوستس اللي بتجي مثلا. فده ستش حاجات زي كده احنا وي تريجر تاني. طيب ممتاز. في أي شيء زيادة في الجوب دي ولا؟ لا لا اولموست كده. معناها الجوب دي يا أبو حميد ممكن أقول still it's an engineering job. ايوه، هي الحلقه اللي بتوصل ما بين الناس سيلز مان ومع وبيور انجينيرنج تيم. فاحنا دايما كنا في النص، احنا بنفهم اللغه الكوميرشال حقتهم وبنفهم اللغه التكنيكال، عشان كده احنا كنا الوسيط في الحته دي. يس يعني لانه يبدو انه جزء كبير، اذا انا فهمتك صح، جزء كبير من الشغل ده الفهم بتاع الريكويرمنتس وبروبوزينج سوليوشنز. Yes، considering the cost برضو كان من الحاجات اللي بتخلينا احنا عندنا الكوميرشال فيجن برضو للحاجات. طيب الكوست بتتعاملوا كيف؟ مثلا لو في كاستمر شايف ان الكوست عالي ولا كده، ما هو الكوست دايما مرات بيكون في، يعني بيكون الكاستمر بيكون مرات يقول لك الكوست هاي وكده، فدي بتحلوها كيف؟ how do you justify الكوست للكاستمر مثلا؟ الكوست ما احنا ما عارف يعني هاو تو جاستيفاي دي، دائما بنخليها بتاع السيلز مان. لكن احنا واحده من الروس بتاعتنا انه انا بديك الموست كوست افكتيف سوليوشن، يعني اتس نوت اباوت سوليوشن انت تشتغل، لا انا بديك السوليوشن الاوبتيمم ليك انت. حتى ان كيس انه انا sometimes ممكن اديك very حاجه very costly، لكن انا عارف ان انت مثلا انت بنك، فالريالابيليتي والافيلابيليتي بالنسبه لك يعني ايشو مهم شويه، فبقوم بديك very يعني حاجه تكون مكلفه لكن بتكون اوبتيمال. ممكن تجيني شركه صغيره انا اقول لك والله اخدي شركه صغيره وانا شايف ان هم even you don't need للفايبر سوليوشن، even انت في الابلكيشن حقتك ما محتاج مثلا لهاي سبيد انترنت ولا حاجه زي كده، انت جاست يو نيد اي دي اس ال مثلا ممكن، او كونكت موبايل دونجل او موبايل راوتر اند سو. دي حاجه. عندنا حاجه ثانيه احنا قاعد نشتغل فيها بصوره ثانيه، يعني بنقدم بري سوليوشنز يعني قبل يعني مثلا هديك اكزامبل لحاجه ثانيه. احنا زمان الفايبر كنت تقول والله انا كده الاوبتيموم كونكتيفيتي حقتك فايبر، وي نيد تو دو سايت سيرفي عشان نعرف لك الكوست كم اكزاكتلي، وبديك الكوست از ات از. مثلا كلفت 5000 دولار، بقول لك والله الفايبر هيكلف 5000 دولار بلس الديفايسز بلس بلس. بقينا بنعمل حاجه ثانيه، بقينا بنعمل حاجه اسمها فلات ريت كوست، بنشوف الافريج في الاريا، يعني دي بنعمل فيها بروسيس طويل بتاع اناليسيز وكده،
عشان انا اقدر to predict ان الكوست لكل الناس on average حتكون مثلا كده، والحته دي we expect the growth rate فيها حيكون ماشي ب rate annual مثلا 20 ولا 30%، اذا الحته دي فيها growth عالي، اذا الكونكتيفيتي فايبر بير كاستمر هتقل بمرور الزمن، فبقوم بديك كوست اقل من الكوست الممكن يكون وقعت ليك دائما، صح؟ انت كده جاوبت سؤالي، يعني لانه الكاستمر مرات بكلامك بتاع السايت سيرفي وكده، لانه الكاستمر مرات لما تديه برايس بيكون يعني، لكن انت بتقول لنا احنا عملنا سايت سيرفي وده السايت سيرفي وكده وبيست اون كده كده الكالكوليشن. يعني مثلا زمان انا كنت شغال في شركه عندنا كاستمر دار نديه في بي ان سيرفيس تو كونكت 80 ولا 90 اوفيس في دول مختلفه، التكلفه كانت عاليه جدا، لكن عملنا فاينانشال اناليسيز وقدرنا to calculate the cost of one bit of traffic، مش cost of one email، cost of one bit of traffic في الـ existing network versus الـ new proposed design. الكاستمر شاف الأرقام اقتنع، زي كلامك بتاع site survey وكده. يعني الكاستمر أنت أفضل تديه شيء، يعني الكوست ده حسبناه بناء على الـ site survey ده أو بناء على كده يعني، فممتاز. Exactly. يعني sometimes that انا ممكن اديك الكوتيشنز للكاستمر، يعني يقول لك والله انا محتاج ل 30 متر بتاع كده، محتاج ل كونكريت، محتاج ل سيفل ويركس كده and so on. And at the end انا بجيك بالحاجه الاوبتيمال. طيب نتكلم عن الشيء اللي بعدها. التفاصيل دي كثيرة، أنا حاسمع الريكوردينج ده تاني بعدين عشان هلاقي، لكن كويس ماشي تمام. يعني أفضل بدل ما أنا أسألك أسئلة كثيرة من الريكوردينج عندي أساسا، بعدين أسمع بمزاج كده برتب الكلام. فلو ما في، لو دار تضيف شيء خير، if not ممكن we can move on للجواب اللي بعدها. ممكن نمشي طبعا. 2013 ل 16 data and broadband propositions manager. proposition دي يعني propose something، يعني مقترح. نو اها بروبوزيشنز دي يعني زي يقول لك الفاليو بروبوزيشن، يعني زي الفاليو، يعني انت بروفايد فاليوز للكاستمر. لا اه يا 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 في يا الاند هي احنا وي ار توكينج اباوت برودكت ديفلوبمنت. هنا ده يا هو ده افتكر التغيير ده خلاص ده بقى واضح جدا في الكارير بعد، وهنا بقيت بيور كوميرشال، يعني الوظيفه دي بقيت الصوت بقى بعيد، بقيت شنو يا ابو حميد؟ بقيت كوميرشال يعني طيب 100% هنا. طيب هنا ده كنت مسؤول من الداتا الفيكست سيرفيسز، الداتا سيرفيس اوفر الفيكست نتوركس. هنا بنكون مسؤول من البرايسنج، من الباكجينج، لما تقول لي داتا سيرفيس اوفر كده، قول لي ثاني سيرفيس وان مور تايم. يعني مثلا الخدمات بتاعت الاي دي اس دي الاي كلها دي اس طيب دي تحت مسؤوليتي 100%، طيب من ناحية بتاع البروفيت اند لوس. طيب الخدمات اللي بتاعت قلنا دي نتورك منفصلة من البي اس تي ان، ودي ايضا مال هما الفايبر. وما الفايبر. ايوه Exactly. الخدمات بتاعت الفايبر كلها تحت مسؤوليتي بمختلف الخدمات اللي جواها. يعني ممكن يكون في عندنا شيرد انترنت، ممكن يكون في ديديكيتد انترنت، ممكن يكون عندي في بي ان زي ما قلنا، ممكن يكون دي ليز لاين، ممكن يكون عندي انترناشونال ليز لاين and so on. فأي خدمة بتاع داتا لكن across fixed networks دي كانت تحت مسؤولية، يعني ما موبايل. طبعا باي ذا واي fixed network بيقصدوا بيها كل الفيكست networks بلس الواي ماكس، which is الواي ماكس هو وايرلس لكن بيعتبروه زي يعني زي last mile solution للفيكس سيرفيس، عشان كده هي سبارت فيكس سيرفيس. طيب يلا هنا بنتكلم عن value propositions وكده. انا مسؤول في الديزاين كل الباكج اللي عندها علاقه بالخدمات دي. بيكون عندي تارجت اول السنه، انه انا بكون معروف اكوردنج للبادجت، انت لازم تجيب لي في السنه دي مليون دولار ولا 5 مليون دولار ولا وات ايفر الحاجه اللي بيحصل لها ابروفل من البورد اوف دايركتورز، تمام. فبكون هنا ده مسؤول تو
اي كل ما عنده علاقه بالسيرفيس دي از ماي ريسبونسبيلتي. يعني الريفينيو، تشير، البيرفورمانس بتاع الكاستمر اكوزيشن او البيس بتاع الكاستمرز از ماي ريسبونسبيلتي. كاستمر اكسبيرينس، انا اي هاف تو. طبعا دي كلها ما شرط الحاجات دي تحتي انا، لكن انا مسؤول منها. يعني زي احنا بنعتبر ان المسؤول بتاع البرودكت مانجر ده هو القائد بتاع الاوركسترا. اللي هو ده الداتا اند برود باند بروبوزيشن مانجر، ده برودكت مانجمنت يعني. ده برودكت مان، طيب ده انا من حقي امشي لناس التكنولوجي ديبارتمنت اقول لهم انا داير انفستمنت السنه دي ب 10 مليون دولار، ده البيزنس كيس حقي ودي الجاستيفيكيشنز وكده، وداير تعمل لي اكسبانشن في الاي دي اس ال نتورك، او انا عندي بلان الفلانيه دي داير امشي داير اغير التكنولوجي من اي دي اس ال ل في دي اس ال، او احنا وي نيد تو هاف ان اف تي تي اتش، وبقوم بقدم البيزنس كيس والاستادي والجو تو ماركت بلان وسو. فدي فعشان كده انت زول بتاع الاوركسترا، انت بتمشي لناس اداره ثانيه بتاعت الكاستمر كير تقول لهم لا انا داير السيرفيس دي لما يجي كاستمر يطلب السيرفيس الفلانيه تديه الفورم الفلاني تتعامل معه بالطريقه الفلانيه اند سو اون. الافتر سيل سبورت، ناس الصيانه وناس الاعطال لهم انا عندي بديهم ليد تايم، لانه انا والله انت المفروض الصيانه دي تكون في 48 ساعه، السيرفيس ديليفري للنيو كاستمر يكون مثلا في 4 دايز ولا 7 دايز. فالزول بتاع البرودكت مانجمنت هو بيكون مسؤول من كل ما عنده علاقه ريليتد بالبرودكت. عشان كده احنا دائما في التليكوم بنفتكر انه دي اهم جوب في الاورجنايزيشن، يعني اهم من المهندس انت، ودائما بنعتبر شغل الهندسه ده شغل ايزي، لانه اي زول هي كان ليرن ات هي كان دو ات ان نو تايم. زي ما انت حاسس في الكلاسز دي، انت في الكلاسز دي سهل تجيب لك زول ما بيفهم اي حاجه تقول له ده سيسكو راوتر، تديه 3 4 شهور ويخش يلعب في حقيقة حقيقة نعم. لكن الشغل الكوميرشال از نوت ايزي تو اندرستاند وتفهم كل الحاجات، لانه هو اللي بيديك الكومبيتيتيف ادفانتج في الماركت. يعني زول بتاع البرودكت ده از نوت جود انف هي ويل نوت كيب الكومبيتيتيف ادفانتج حقتك انت across the competitors. فده بصورة عامة. طيب انتوا يعني تشتغلوا مثلا اكسبانشن لبرودكتس، اكسبانشن لاكزيستنج برودكتس، ولا بتبتكروا اصلا برودكتس جديده، ولا كيف؟ either this or this. يعني انا ما عندي الكرنت برودكتس، انا كل شهر او كل يوم او كل اسبوع بجي اشوف الريفينيو شيت بتاعتي. انا شايف انه الكاستمر زي والله يا اخي الريفينيو از بيلو تار بتاعي، بقوم بحاول يا بمشي بعمل مثلا ريفريشمنت اوفر، بقول يا اخوان اللي هيشترك معي هسه دي او اكوزيشن اوفر هيشترك جديد انا هديك 3 شهور بنص السعر، زي ما هسه بيعملوا ناس تي موبايل او ناس اي تي ان تي او كده. اولويز عندهم برودكتس، عندهم اوفرز صح؟ نعم. سم تايمز انا بقول لك والله يا اخي يا اخي انت كنت مشترك معي وسبت السيرفيس ومشيت شركه ثانيه، انا بقول لك والله لو رجعت عليها هديك فري 4 شهور عشان ارجعك ثاني، ويسموه ريتنشن اوفرز. ممكن انا اكون عندي ستادي لسيرفيس انا ما عندي، انت زي مثلا الفايبرز اللي هون في السودان ما كان فيه، انت احنا بعد ذاك يعني احنا ذاتنا وي سبين 3 4 مانثس ستاديز تمام، واخذنا بعد ذاك ابروفل من السي او وسو اون عشان نجي بموافقه وناخذ ابروفل نمشي لمشروع لخدمه جديده اسمها الفايبر ستون اند سو اون. طيب الفكره بتكون بيست اون شنو؟ مثلا فكره دايرين تو اكسباند نتورك، يعني سيرفيس معين، ولا دايرين تقدم شيء جديد، ولا كده الديسيجن ده بيتعامل كيف؟ الديسيشن ده ما هو فيه، انت اول حاجه لازم تعمل ريسيرش، ما انت في عندك يا عندك الداتا بتاعتك الافيلابل من هيستوريكال داتا والجروث ريت وشايف الديماند ماشي عالي، then you feel ان انت you need to have this.
يعني مثلا هسه احنا في الاي دي اس ام كان كل سنه او كم شهر بنعمل نيو سبيد هاير سبيد، خلاص وصلنا للماكسيمم اللي هو كان الكوبر كان بروفايد سيرفيس. then we realize ان احنا محتاجين لسيرفيس بنيو تكنولوجيز which is اللي هي الفايبر. طيب عشان تبروف الكلام ده زازو وتعرف ان فعلا انت عندك actual needs you need to do a lot of surveys. يعني it's not about the data that you have it في system لكن you need تمشي تعمل عديد كده يعني qualitative او quantitative سيرفي عادي كده او ريسيرش. فعندنا الريسيرش تيم ده تيم منفصل بتمشي تقدم لهم ريكوست نقول لهم والله يا اخي انا داير اقدم السيرفيس الفلانيه. Do we have this demand؟ بعدها هم بالطريقه وبالميثودولوجي اللي هم بيعرفوها they conduct the research يرجعوا لك يقول لك والله احنا لقينا عملنا ريسيرش لقينا 40% من الناس is willing to have this service or not. الناس اللي willing to have this service they are willing to pay X SDG مثلا في الشهر. إذنك I have لحظة جدا بقدرش طيب تمام فدي بصورة عامة كده الفكرة بتاعت الـ product development وكده. ممكن يكون أنت زي بعدين تكون مسؤول برضو زي ما أنت تقرأ يعني أنت مسؤول من الـ current products and services وبرضو أنت مسؤول to develop new products and services. لكن sometimes ممكن تكون decision أعلى شوية منك أو ممكن حاجة تكون بيجيك من فوق sometimes. معناه if you're developing something new بتتكلم مع الناس الريسيرش بعدك بتجيب approvals من الـ higher ups كان CEO كان كده ايوه تعمل بيزنس كيسز والستاديز بتاعتك يس. طيب ودي بتعرضها على الناس اللي فوق الـ CEO والكده اكزاكتلي اكزاكتلي وبعد ما يدوك approval بعدك you communicate مع الـ engineering عشان تشوف القصة دي كيف ايوه 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 بعدك المهم بس فيها تفاصيل كثيره فهمت. لانه انت يجيت تمشي تشوف مثلا الابروف بادجت، هل الحاجه بتاعتك دي within الابروف بادجت ولا لا؟ الريتيرن بعد ذاك فاينانشال، البي باك بيريود كم الريتيرن اوف انفستمنت، ما اعرف كل الفاينانشال ستيتمنتس دي لازم تكون واضحه في الاستادي بتاعت البيزنس كيس حقتك عشان برضو ناس الفاينانس يقدر يدوك الابروفل للانفستمنت. وطبعا قبل ده كله لازم اصلا هي تكون انكلودد في البادجت بتاعت السنه يعني. ممتاز ممتاز اكسلنت في شي تاني ولا نواصل الجوب اللي بعدها لا نواصل بعديها. طيب طيب بس قول لي في الجوب ده انا فهمت الجوب لكن بس قول لي السيرفيس تاني one more time عشان اقدر اكون فاهم الخدمات يعني كل الخدمات الداتا كل الخدمات بتاعت الداتا كانت تحت المسؤولية بتاعتي. لكن الداتا ما في الموبايل في الفيكس نتورك. تمام طيب الجوب اللي بعدها سينيور مانجر فيكس سيرفيسز مش كده ان كوربريت الذي قلناه لا لا ما كوربريت اها اوكي 2016 ل 2020 سينيور مانجر فيكس سيرفيسز اند كوربريت فاليو بروبوزيشن يس دي نفس الرول اللي فات لكن في هاير ليفل في هاير استراتيجيك دايركشنز واستراتيجيك فيو اند سو اون بسكوب اكبر شويه. يعني هنا ده ما مسؤول فقط من الداتا سيرفيس، مسؤول من الداتا سيرفيس والفيكس سيرفيس يعني داتا اند فويس اكروس الفيكس، ومسؤول من كل الخدمات اللي عندها علاقه بالكوربريت ان تيرمز اوف برودكت ديفلوبمنت. يعني ما تلخبط بينه وبين ديك بتاعت السوليوشنز. يعني السوليوشنز دي انا بشيل البرودكتس اللي اوريدي حاصل لها برايسد وبقدمها از سوليوشن للكاستمر بيز اون. لكن هنا ده
هنا انا بعمل برايسنج للبرودكتس دي، وبعمل لها ديفلوبمنت بالحاجه اللي انا يعني شايفها هي صح. وقعد لك ايها واضح. كل ما يتعلق بالكوربريت الحاجه دي، it may include fixed voice data center services, cloud solutions, integrated solutions. يعني ممكن يعني في حاجات، يعني كان عندي قسم خاص للانتجريتد سوليوشنز. يعني مثلا ده في بعض الكوربريتس بتحتاج ل مثلا زي vehicle tracking devices مثلا solutions. I don't have this service. تمام؟ ف I need to develop it from scratch through partnerships او through اي حاجه. اوكي ها تمام. في أي إضافة تاني؟ لا يعني اولموست الفانكشن دي كانت قريبه لدي، لكن يعني عشان برضو تفهمها زي ما قلت لك، هنا ده انا مسؤول من كل الريفينيوز. تمام، اذا الريفينيو ما حقق ما معناته انه ناس التكنولوجي ما كانوا شغالين كويس ولا ناس الكاستمر كير. نو، اتس ماي ريسبونسابيلتي، اي نيد تو take it to the maximum revenue. تمام. من اكبر الاتشيفمنتس اللي عملتها في الحته دي زي ما قلت لك ال FTTH service. طيب لأن... اشتركوا. ايوه، لانه دي مشروع ضخم، it needs millions of US dollars مثلا investment. طيب تاخذ فيه الابروفلز كانت صعبه ومعقده، لازم يكون عندك very comprehensive study to provide the solutions كامل from A to Z، وتكون عارف انت داير تصرف كم عشان تجيب كم وكيف. طيب فدي برضو من الحاجات، والحمد لله successfully حصل launch لل FTTH في السودان. يعني في الأول ما كان في شيء أصلاً اسمه FT فايبر تو ذا هوم. نو طيب يلا يلا اديني كل الستيبس كلها كده عشان انا افهم البوزيشن ده كويس. لا، ما الستبس هي ما ستيبس، يعني هي ما انا بديك اكزامبل this is a new service. تمام، لكن عشان نقدر تعمله، تمام، انت اول حاجه بتقعد من الكونسبت من الاول تفهم، بتشوف البيست براكتس بتاعت ال FTTH دي كيف في السودان، في الريجونز، في جلوبالي. بعد ذاك بتعمل الريسيرش اللي قلناه، بعد ذاك بتعمل ريسيرش ثاني في المناطق بتاعتك. انت how are you should start the fiber، تبدأ في الصحافة ولا تبدأ في الكلاكلة ولا في الرياض ولا وقعت ليه؟ based on demand ولا based on capacity ولا based on كل حاجة، ال capacity، ال demand، القدرة المالية للمناطق دي. ما هو ال FTTS بنعتبره premium service، فلازم تمشي تعمل ايه study. والله يا أخي الناس دي الانكم بتاعهم الافريج بتاعهم مثلا 50,000، ديل 10,000، ديل كده. اند سو بعد ما تعمل الاستادز دي كلها بتشوف التكنولوجيز اللي انت محتاج لها شنو. والله يا اخي انا محتاج تكنولوجي 1 2 3 4 5، الكوست بتاعتها 1 2 كده البزنس، وبالتالي عشان اقدر اجي تو كم باك وذ الاكسبكتد ريفينيو عشان اعمل البزنس كيس. حتى ايفن عشان انا ذاته يكون عندي الفند اللي بيقدر يعمل المشروع ده، I need to come with أكثر من proposal. والله يا either سوداتيل تو انفست مثلا 10 مليون دولار عشان المشروع ده يمشي، أو والله إحنا ممكن ندخل revenue share مع نجيب لنا partners أو investors أو نجيب bank investors and so on. نعمل الاستادي دي، بناخد فيها الابروفلز، بنعمل كده. بعد ذاك وانس ان هي ابروف بنمشي طوالي، نقعد مع الجهات الريليتد، ناس التكنولوجي، ناس الاي تي اند سو اون، تو اكسكيوت المشروع التنفيذ. ممتاز. في أي شيء ثاني ولا؟ لا، دي الصورة عامة. طيب بعد ذاك في Director of Corporate Sales من 2020 ل 21، وفي جوب ثانية موازية لها يعني في نفس الوقت. Yes, exactly. طيب دي افتكر جوب واضحة جدا،
مزول من السيلز شركة والاكونت شركة كلها يس السيلز نو سيلز للكوربريت الكوربريت. طيب كوربريت سيل صحيح. للكوربريت سيلز. فانت هنا محتاج يو نيد تو مانج السيلز يو نيد تو مانج الاكونتس دي يو نيد تو مانج الكاستمرز. يعني في النهاية you should get high profit high customer experience تمام والكاستمر يكونوا ب satisfaction عالي. You get the point دي. فأي شركة عندها شغل مع سوداتين it should come through we should يعني أنت ما بتبيع لهم بس لا أنت بتبيع و you manage after sales support. أنت You're مش managing an account أو الكاستمر ده يعني. exactly. المانجمنت دي بتشمل فهمكم للنتوركس بتاعتهم، predicting احتياجاتهم شنو كده. ايوه بتشمل دي ما برضه ما هي هي الصعوبه انت عشان تو مانج ده يو نيد يو هاف تيم تيم ما شويه يعني تيم ممكن يكون فيه 40 نفر 50 نفر فال 40 50 نفر ده انت تو مانج ده انت عندك اكونت مانجرز يو نيد تو سيت التارجتس بصوره مظبوطه عندك سوليوشنز تيم لازم يكونوا شغالين باك تو باك مع الاكونت مانجرز بصوره افيشنت. عندك انت يور مانجينج الناس دي كلهم السوليوشنز تيمز والاكونت مانجرز. كل الديبارتمنتس دي ديبارتمنتس ما صغيره يعني زي ما قلت لك فيها ممكن يكون 40 نفر او ما شاء طيب الله طيب فكلهم ده انت يو نيد تو مانج ذا سوليوشنز تيم الباك اوفيس تيم الناس اللي بيشتغلوا في لا يا ابو حميد ما شاء الله خبرة خبرة دي خبرة. والله يعني الى حد ما ايوه طيب فدي دي كان يعني بجد حتى فيري تشالنج لان انت برضه يو نيد تو مانج الناس دي يعني سم تايمز انت بتكون قاعد كده بيجيك مثلا نائب مدير بنك البرك ده يقعد معاك في اجتماع او هو زعلان عشان انتوا زدتوا الاسعار او هو داير سوليوشنز والناس والتيم بتاعك تاخر اند سو اون. فهي الحته دي في حته هي اداريه وفي نفس الوقت يو نيد تو مانج يور تيم يو نيد تو مانج الكاستمرز بيكون عندك في حاجات كثيره جدا ما عندها علاقه بالسيلز لكن انت يو نيد تو مانج بصوره كويسه. بيجيك منظمات بيجيك ناس من اليو ان بيجيك ناس من المعارف اللي هو الكاستمرز الفاليوبل كاستمرز فانت يو نيد تو سيت وذ ذيم يو نيد تو كوندكت فيزيتس sometimes بتمشي بتقعد مع مرات احنا طبيعة الشغل كهيد بتاع corporate sales sometimes بتمشي تقعد مع وزير او وكيل وزارة او and so on. فهي الجوب very critical صعبة معقدة فعندها صعوبات كثيرة. طيب في النهاية هي سيلز جوب يعني. Definitely. المهم فيها انه برضه يو وانا سيل مور لنفس الاكونتس اللي انت يور مانجينج You need to يور sell سيلينج more. مور سيرفيسز وكده مش كده؟ You need to maintain the customers برضه. يعني انت reduce the churn, increase الـ adoption. You need برضه تزيد الـ value من الـ customers there. لو تعمل cross selling أو up selling to the same customers. A few different factors في السيلز. طيب اتكلمنا مثلا عن سيل استراتيجي مثلا نجحت معاك، قدرت تبيع لكاستمر ولا قدرت مثلا تقنع كاستمر تو ابجريد لسيرفيس معين او لشيء معين. ف والله في انا بتذكر في الفتره دي في حاجتين كان عملتهم ونجحت بصوره كبيره. عملنا حاجه اسمها موبايل العادي موبايل سيلز. ففعلا دي كانت فيري سكسسفول لانه زدنا الريت بتاع السيلز بير مانث ل اولموست ل 10 تايمز. الكلام ده في فتره لفتره 3 شهور اللي هو الفتره بتاعت السيلز كامبين فكانت فيري سكسسفول. الفكره بتاعتها كانت فيري سمبل. نحن جبنا ارقام نيو رينج
بتاع نمبرينج كان فيري اتراكتيف. فالحاجه دي خلت الكوربريتس كلهم دايفين ان دي حاجه تمبرري وذي نيد تو جراب اكبر عدد من الارقام بسرعه. فافتكر كانت ناجحه بصوره كبيره جدا. يعني نفس الخدمة بتاعت الموبايل لكن مش بأرقام مميزة. اكزاكتلي. أيوة في حاجه كان عملنا البيس حقها لما كنت في الماركتينج، لما كنت سينيور مانجر زمان، كان بوست بيد باكج واحده للانديفيدوالز او الكوربريت. وبرضه من الحاجات اللي هناك غيرتها انه خليت الكوربريت عندهم ديفرنت باكج بلور برايسز، it depends على عدد الكاستمرز، عدد الشرائح اللي انت حتشيلها بير اورجانيزيشن اند سو. فدي برضه كانت من الحاجات اللي ساعدت في السعر. في من الحاجات الثانيه برضه فيري سكسسفول، برضه كان عملنا حاجه كده فيري اتراكتيف اوفر للفايبر تو ذا هوم. يعني جينا مسكنا منطقه وعملنا فيها سبسيدايز اوفر، تمام، وعملنا سيلز كامبين و سو اون، حققت مبيعات كبيره جدا لبيوت في كارفور. وطبعا لما نقول كوربريت سيلز باي ذا واي انكلودينج ريزيدنشال سيلز، يعني لو عندك فايبر للبيت ده بنعتبره مسؤوليه الكوربريت. فدي برضو كانت ناجحه نجاح كبير. اهم حاجه في الفتره اللي اشتغلت فيها دي كانت فيري سكسسفول، لانه يعني بديت كان اغير في المايند سيت بتاع التيمز توورد هاو تو سيت التارجتس، هاو تو جنريت سيلز ليدز بصوره افيشنت اند سو. ممتاز. طيب في شيء ثاني؟ لا 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 اولموست كده. طيب بعد الدايركتور اوف ديجيتال اند فاينانشال سيرفيسز مش كده؟ Exactly. طيب اتكلم لي عن البوزيشن ده. البوزيشن ده هو اقرب للبرودكت ديفلوبمنت، تمام، لكن للرينج بتاع برودكتس مختلف. يعني احنا في الاورجنايزيشن عندنا في سوداني هتلقاه برضه في زين، هتلقاه في امتين، نفس الفكره. البرودكتس الدايركت البيور تيليكوم برودكتس بتكون قاعده فيه، اللي هو زي ما قلنا فايبر تو هوم، اي دي اس ال، الموبايل برودكتس يشتري الباقه الفلانيه من ديك 10 جيجا ومن ديك 50 دقيقه و70 انترناشونال وكده، دي كلها تيليكوم برودكتس. في النون تيليكوم برودكتس دي كلها قاعده في اداره مختلفه اسمها ديجيتال اند فاينانشال سيرفيس. يعني شنو نون تيليكوم برودكت؟ مثلا انا عندي هنا ده مقسم الى ديفرنت سيكشنز. عندي تيم مثلا بتاع الباس سيرفيس. الباس سيرفيس ده اللي هو كل الخدمات اللي عندها علاقه، مثلا ما اعرف هنا ده فيه ولا لا، مثلا تشترك في خدمه بتاعت نصائح يوميه مثلا، الخطوة بتاع شنو؟ مثلا ادعي طيب كل يوم تجيك رساله رسالتين ثلاثه اربعه في ادعي، انت مشترك يعني سبسكرايب في الخدمه، نديك كونتنت اللي هو الادعيه. ممكن زول ثاني نصائح عندها علاقه بالتجميل مثلا، وهكذا. انا عندي بارتنرز بيجيبوا كونتنت بتاع رسائل نعم واخلي الكاستمر يشترك فيه. دي نعم باس سيرفيس. او ممكن تكون صوتيه، نعم يعني او ممكن تكون زي بيسموها ار بي تي رينج باك تون، اللي هو مثلا اضرب لك تليفون اسمع انت تكون مشغل اغنيه في بدل الجلسه. ايوه نعم. فدي كلها خدمات اسمها باس. وقيس على ذلك عنده حاجات، في حاجات كثيره ثانيه من البرودكتس. نعم في حاجه ثانيه اسمها ديجيتال برودكتس. ديجيتال برودكتس دي اللي هي مثلا تشترك في بورتال تقدر تحضر مسلسلات بتاعت شهر، أو تشترك في خدمة ثانية. يعني زول عنده كونتنت بتاع نكت أو سكتش شات، أي فيديو كونتنت نعم أو حاجة تعليمية،
ممكن يكون في بورتال تعليمي فيه حصص ومحاضرات او تعليمي للاطفال، دي كلها بنسميها دي، او فيها اغاني انت زي انغامي او زي سبوتيفاي، دي كلها بنسميها ديجيتال سيرفيسز او ديجيتال برودكتس. يعني زي ما الاسم بيقول يعني ديجيتال سيرفيسز يعني اكزاكتلي. بالضبط. عندي حاجه اسمها ديجيتال بي تو بي، دي برضه في مسؤولياتنا، اللي هو عنده علاقه بالداتا سنتر سيرفيسز والكلاود سوليوشنز والمعارف، كل ما عنده علاقه بالكوربريت سيرفيسز بتكون قاعده عندنا يعني. أنا بحاول دايما لما بتكلم معاك دايما بكون يعني الشيء اللي بفكر فيه إنه كيف الكلام ده نعرضه بطريقة مفهومة هنا أو أشبه بالماركت بتاع البلد دي، ما هي نفس الخدمات يعني. نفسها فاصل انت بتتكلم عن ديجيتال سيرفيسز، جه في بالي نموذج لكن ربما ما يكون افضل اكزامبل، لكن حفكر فيه زياده وانت اديني رايك. مثلا نتفليكس، نتفليكس دي اللي بيقدموا يعني افلام وكده وبتاع شنو، لكن هي عندهم نتورك وبعد ذاك بيتعاقدوا مع كونتنت بروفايدرز، ايوه دي نفس الفكره كده ولا؟ انت يعني تقريبا تقريبا يعني، مثلا زي ما قلت لك، مثلا انت الليله الحافله سجلت معايا الحصه دي مثلا او الميتنج ده، ممكن يكون عندك 500 زول تاني مثلا نفس الحاجه دي، ممكن تشيلها كلها تحطها في بورتال، تقعد مع ناس، تقعد معانا في السودان، يقول والله يا اخي انا داري اقدم الخدمه دي اسمها كارير ديفلوبمنت. اي زول كاستمر في السودان ممكن يشترك في البورتال حقك ده، مثلا يدفع في اليوم 5 جنيه فور اكزامبل عشان يقدر يشوف الكونتنت حقك. فاحنا وي فاسيليتيت البيمنت شانلز دي ليك، انت يو دونت هاف اني بيمنت شانلز ثانيه. الحاجه الثانيه احنا نكون كونكتد مع كم مليون سبسكرايبر، فايزلي ممكن تو جيت كاستمرز وكده. والكاستمرز بتاعنا الديجيتال سيرفيسز ديل بالضرورة هم الاكزيستنج كاستمرز بتاعنا، كنا الموبل Yes. كاستمرز وكده. Yes. 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 Most probably هم مش most probably هم لازم يكونوا our customers، لأن احنا we facilitate the payments دي من ال credit اللي هو عنده في الموبايل. اها اي سي، اوكي ده اوكي فدي ال دي دي وضعت لك كده. فهمتك. اي في حاجة ثانية برضه احنا كنا اشتغلناها برضه في الشهور اللي فاتت دي، ان احنا we let our customers في سوداني بيقدروا تو بيرتشيز الفاوتشرز بتاعت مثلا زي نتفليكس، ممكن نخليه من الرصيد بتاعه بتاع سوداني يقدر يشتري نتفليكس فاوتشر سبسكريبشن لشهر او كده، ممكن يشتري جوجل بتاع، المهم اي حاجه فاوتشرز بريميوم احنا وي كان بروفايد ثرو اور ماركت بليس عشان نخلي الكاستمر يدفع بالرصيد بتاعه. فهي فيها دايركت ريفينيو وفيها اندايركت ريفينيو، لان الكاستمر بي اتاتش معاك انت عشان انت بتوفر له فاريتي ستار الخدمات. وليه البوزيشن برضه اسمه فاينانشال سيرفيسز؟ كلمة فاينانشال جاية من وين؟ برضو عندنا قسم ثاني، ده قسم منفصل برضو جوه الاداره، ده اسمه موبايل فاينانشال سيرفيس. فده يعني انت حاسس عندك حساب في البنك، احنا عندنا في السودان وفي معظم الافريكان كانتريز بتلقى الان بانك سيجمنت اولموست 90% من البوبوليشن، يعني اونلي في 10% عندهم حساب بنك، يمكن الباقيين دول ايدر ما في بنوك جنبهم قاعدين في رورال ارياز او كده، او ميبي ذي دونت تراست البانكينج سيستم. ففي تكنولوجي ظهرت في لاست say 10 years، يعني هاي نيو تكنولوجي اسمها موبايل فاينانشال سيرفيس، وانت بتاخد لك فيرتشوال واليت بيزد على رقم تليفونك. انت الواليت دي انت كان تمشي اي مركز بتاع سوداني او اي مركز بتاع وكيل سوداني تقول له هاك دي 10000 حط عليه في حسابك، او تعمل كاش اوت او كده. فدي هي فاينانشال سيرفيس، ريلي فاينانشال سيرفيس لكن ثرو يور موبايل اكونت، ودي عندنا لها سيستمز وعندنا لها
يعني دي قصة ثانية. نعم. طيب يا أبو حميد، سؤالين نختم بيه، بس أنت كذا القصة يعني إحنا الشيء اللي ولد رجع لك ليه؟ يعني حسب كلامي معك أنت مؤهل جدا إنه تشتغل في upper management position، مثلا زي director let's say. الدايركتور ذاته زي شركة هنا بتاع التكنولوجي ولا تيليكوم ولا اي اس بي ولا كده. الدايركتورز انواع، في دايركتور اوف انجينيرنج اللي هو يكون مانجنج انجينيرنج مانجرز ومهندسين، وفي دايركتور اوف سيلز، وفي دايركتور اوف ماركتنج وشيء، وفي غيره. فخبرتك دي بتشغلك بسهولة دايركتور ليفل بوزيشنز. في رأيي دايركتور اوف سيلز ودايركتور اوف ماركتنج ما بقول لك ما سهلة، ممكن يعني ممكن نفكر في الكلام ده ونعرض بطريقة كويسة، ونفس القصة دي تو بريزنت بطريقة ممتازة وكده ممكن تشتغل، بس حتكون اب هيل باتل، لانه السيلز والماركتنج في العامل بتاع اللغة. يعني في امريكا هنا السيلز والماركتنج كده اغلبيتهم بيكونوا نيتيف سبيكرز، ده ما بيعني انه مثلا مايكروسوفت السي اي او مثلا من الهند، مش كده؟ صح. فانا ما بقول ما بتقدر تشتغل دايركتور او ايفن فايس بريزيدنت اوف سيلز او ماركتنج، ما هي دي خبرتك وانت الشغل ده كله اشتغلته. فعشان تيجي تشتغله هنا بلغه مختلفه ممكن يكون فتره بتاعت 3 4 شهور وكده، وتحفظ تتعلم الترمينولوجي وكده، وبعدك القصه بتبقى بزنس از يوجوال، هتبقى لك بعد كم شهر سهله زي شغل السودان. ما هي في النهايه مصطلحات نفس الكلام وكده، انا متاكد في شغلك في السودان يكون نفس الكونفرسيشنز بتكون متكرره يعني. فممكن تشتغل سيلز وماركتنج، ممكن نقول بس ما بالسهوله الشديده، بنقدر يعني احنا ممكن نجتهد ونقدر باذن الله. عشان تشتغل في دايركتور ليفل او فايس بريزيدنت ليفل بوزيشنز حسب خبرتك دي في الانجينيرنج، يعني تكون مانجر بتاع مانجينج مهندسين، دي سهله دي سهله، لانه ممكن اقول لك مثلا انا مثلا كنت شغال في سيسكو 8 سنين، السينيور مانجرز والدايركتورز ممكن اقول لك 80% منهم من الهند. ومن دول مختلفه، فيعني داير اقوله انه دايركتور مثلا في الانجينير وكده سهله، لانه الفوكس هيكون على انه انت بتفهم التكنيكال لانجويج بتاعت المهندسين، بتقدر تفهم التشالنجز بتاعتهم كذا كذا. القصه بتكون السيلز والماركتينج بتتطلب كوميونيكيشن اكتر، فنحن نركز على شنو؟ انت رايك شنو؟ او انت داير شنو؟ شوف، انا كلامك ده يس، كلام منطقي جدا، وانا متوقع يعني ايفن الكومبيتيشن دي ما شفتها هنا، بس حتى ايفن ليتس سي انه الحته بتاعت الماركتينج والسيلز ممكن ناس من ديفرنت باك جراوند they can compete فيها. يعني زول يكون ما مهندس مثلا قاري مانجمنت ولا قاري ماركتينج ولا كده، هي كان برضه بيشتغل الشغل، فالكومبيتيشن فيها اعلى، وزي ما قلت هي متطلبه فعلا فيري سترونج كوميونيكيشن سكيلز، ولازم تكون برضه حتى اللانجوج تكون تو سام اكستنت يعني فلوينت، لكن وديك اسهل ما في اثنين ثلاثه، فهمت؟ لكن يعني ما تنسى انه انا اخر تكنيكال جوب اشتغلتها كان اولموست قبل 12 سنه 13 سنه، فدي برضه حاجة ميك تشالنج. موست اوف الريسنت اكسبيرينس والماتيور اكسبيرينس بتاعتي في الحتة بتاعت البرودكت ديفلوبمنت والحتة بتاعت الماركتينج اكتر، ونمبر 2 بتجي السيلز بعد، لكن في الحتة بتاعت البرودكت يعني دي السترونج اريا اللي انا بحس انه انا فعلا لو قعدت في اي بانل ممكن اقنع الناس. تارجت انا ذاتي اقتنعت
كلامك اللي قلته ليه كله، انت عندك النولج، عندك النو هاو، فعلا بتقدر تقنع الناس. يس المشكلة وين يا إيهاب؟ تارجتنج، ما دي ما من يعني أحس إن أنا ما مستهدف إنه أنا أمشي أشتغل دايركتور أو سينيور دايركتور أو في التوب مانجمنت. حسي دي فهمتها، وأنا أي نو إنه أنا أي نيد تو جو تو لور ليفلز، على الأقل تو جيت فاميليارز مع الكالتشر، تو جيت فاميليارز مع التيرمينولوجيز اللي ممكن تكون a little bit مختلفة، to enhance اللغة، تفاصيل كثيرة. فا it's better إنه إحنا to come للحاجة دي ب lower level مما إحنا to target director level. هو تعرف مرات قصة النيد في الماركت شنو قد تكون أهم من إنه أنت تارجتينج شنو ولا داير شنو. فهاو باوت نحن نعرض خبرتك زي ما هي، نفس الكلام اللي قلته لي ده، نعرض خبرتك زي ما هي بصورة ممتازة، ايوه وبعدك نشوف الناس اللي داير يتكلموا معاك، هل هم ناس بتاع انجينيرنج، هل هم ناس بتاع سيلز، هم ناس بتاع ماركتنج، هذول اللي محتاج ليك وبيجيك براه، وده بكون فرصتك معاه احسن. صح اكزاكتلي يا اكزاكتلي طيب جميل. الاسئله المعلومات كلها عندي، القصه بالنسبه لي واضحه، فانا حابدا حاجهز لك الريزومي او التيل مي اباوت يور سيلف اللي كنا بنتكلم عنها قبل ثلاثة اربعة البروفايل ايام، صح وألاقيك المرة الجاية أعرض عليك نناقش سوا. دي كانت الرزمة والتلمي أبوت يوسف، نبدأ بواحد فيهم. تمام. ان بتوين انا هرسل لك برضه الرزم الابديتد، انا عملت لها ابديت وغيرت في تيل مي اباوت يور سيلف وكده، والتفاصيل دي غيرتها كثير في خلال الفتره اللي احنا نتناقش فيها الفتره اللي فاتت، ف هرسلها لك برضو شوفها، وبعدك نشوف البروبوزال حقك ونشوف بعدك النكست ستيب. ممتاز، كويس، اكسلنت اكسلنت. طيب نشوف، انا عندي كالندر كده، دقيقة اجيب الكالندر بس اشوف. تفضل تمام، تفضل. طيب يا أبو حميد، الليلة يوم كم؟ 28 الليلة 28، الليلة الأحد صح؟ ايوه طيب الأربعاء الجاي يوم شنو؟ ويوم 31 الأربعاء الجاي 31، ان شاء الله. إيه؟ صحيح 31، طيب معناه الخميس يوم واحد، الجمعة يوم اثنين. طيب الجمعة الساعة 11 كيف؟ أو 12 صباحا، 12 ظهر. لو 11 أنا عارف إنه نحن الفترات متباعدة، بنشتغل مرة في الأسبوع وكده، لكن نفس الشيء المهم كله أو الشيء يعني داير وقت كله أفتكر قضيناه، صح بعد بس باقي إنه نتلاقى وأديك البرودكت اللي عندي، يعني سواء ريزمي أو تيل مي أباوت يور سيلف أو بروجكتس معينة أو كده. اوكي فممكن بعدك هسه الجوبز دي تاني اللي ناقشناها الليلة دي، نتكلم عن أي بروجكت فيهم، اي جوب فيهم اهم بروجكت فيه تحكي لي تفاصيله. يعني مثلا انت بقول لك مثلا مرات الريكروتر لو داير يعرف يفهم مثلا جوب معينه ولا كده بيسالك، يقول لك يا اخي في الجوب دي اشتغلت شنو، ادينا بروجكت مثلا. فافضل طريقه للبرزنتيشن انه يعني دي طريقه تلقائيه بعرض بها كده، بتكلم دي طريقتي اساسا في الطبيعي بتكلم كده، لكن بعدك اكتشفت انه هي اصلا تكنيك اسمها الستار، situation task action result، يعني تحكي situation، situation انه كان في challenge كذا 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 كذا. طيب اللي هو التاسك ايوه يمكن ورسلت لك السي في، هتلاحظ انه كان من الحاجات
فعلا لاحظتها، بيتكلموا عنها كثير انه دائما لازم يكون عندك achievements في كل job و related لل job description حقك. فا already في السي في الرزم الجديده I updated بنفس الطريقه دي، يعني حطيت achievements في كل area هتظهر لك بصوره اوضح. تمام، كويس، ممتاز. طيب، يوم الجمعة، قلنا يوم اثنين صح؟ هاي تمام 12 ظهر. 12، لو بقت 11 بدينا مساحة للصلاة أحسن. طيب 11 اثنين. طيب ممتاز، فإذا يوم الجمعة يا أبو حميد. خلاص تمام يا حبيبي، شكرا، الله يبارك فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يبارك فيك، مع السلامة. مع السلامة.